هذا انت اللي جيت؟ نصبر لدول الباقيين نسوي كولابس. اخي ما عرفتها اللي وقفت السيارة وتحذف يسار ويمين يمين بشوي. ايوه ايش قصتها ذي؟ في بعض الاماكن كذا تصير هذه عشان مزروع ظن. مزروع؟ ايه او يا اخي معور شوف عشان التراب عشان يلا روح جو جو جو. بدري يا فيما وين؟ وين روح؟ وين روح صديق؟ خلي ولي Oh, yeah. Yeah, we meet at Dunlop. We just like went. We're at the bottom of the corner.
يا اخي تصدق الدركسون صعب مو بسهل يعني اليد ارجل منه؟ ها؟ اليد احسن منه يعني؟ ايه يعني صرت بنذرينج زين ومعدل موتارك وحاط كفرات اللي تمسك ما صعب شوي بسرعة والله ذاك اليوم قاشي هج كل شوي تهج فيه ليش عنده هو؟ عنده دركسون هو وش خلاه يشبكه شاحن اليد خرب عنده ما قدر وطر انه يشبك الدركسون بس شكل واضح انه صعب بس والله اشوف يعني عندي ماشي مضبوط يعني يمكن عشان متعود والله ما ادري بس محترف فيه مره انا اتوقع انه سهل مره اتوقع بوزنية يعني ما بوزنية ولا شيء ما هو ما يحتاج الى وزنية بس تشبك وتغفل بس من اي فرصة زين تتعود على الازرار وهذه بس ايه ولا في التحكم يعني رخصون والله مرة هذا اللي معاه بدون كلتش طيب اللي يجيك ظهر اسمه جي فورس اتوقع جي فورس الله ينتظرونا الزبدة والله انها راسية ولا بسرعة وش هي؟ دركسونات بس دركسون اوه بالكروز بطل هو سهل الا وين تفتح ايه هذا الكلام هذا اللي فكرت فيه انا زي وضع يعني اقدر اذهب كمكتب بس البل الكرسي عرفت ما يبغى لك الكرسي حقه وكرسي حق الجيمنج ذا ما عرفت يجيك خلاص يعني لا اللي حقين الجيمنج ايوه اللي في ايمونه رحت دورت في الامازون والله يا هو غالي كم الواحد على 3000 قال مريح يجيك جلسة رياضي عرفت زي كانه كرسي حق سيارة سباق ايوه اما السعر ذا يا ولد والله مره غالي الله يرقد يا رب ما عدت تشرب شاي انت صح؟ والله قبل رمضان وقفته يعني هذا خبر برمضان يا اخي نشف الريق شوي الله في رمضان ولا في غيره انا لازم انت خلاص تعودت